السلام عليكم، مساكم الله بالخير. بعض الأشخاص عندهم كاريزما أو شخصية خادعة إلى حد ما، وهنا فرق. ما نقول إن الشخص خادع، شخصيته خادعة، صوته خادع، أسلوب، نمط، طريقة. فبعض الأشخاص ما تكون عنده لا المعرفة ولا الدراية، يعني يطرح رأي معين لكن نبرة صوته وأداءه قوي. هذه القوة من قوة الشخصية، فثقل الشخصية يعطي قوة للمعنى المراد طرحه. فلذلك لابد أن ننتبه للمعنى والمراد والمنهجية العلمية المطروحة في صياغة الحديث، فما ننخدع بالعبارات الرنانة. ننتبه للدليل، للبرهان، للمعضدات، للمساندات للفكرة. فبعض الأشخاص شخصيته توحي بالثقة، مخلوق بهذه الطريقة. يعني من سمات الشخصية أن يتحدث بهذا الأسلوب. فالعوام وعامة الناس يصدقون بسبب نبرة الصوت، النغمة، الأداء، الإيقاع، الحدث في الحوار. وسبحان الله طرأ على بالي على طول مثال لشخص وقح وغير مهذب وعنده شخصية قوية أثناء البرامج الحوارية. فمقدم البرنامج هذا يأخذ الضيوف بالصوت، طبعا ما عنده شيء، فقط صوت وأداء، كاريزما. فيظهر في البرنامج بأنه قوي وأن معلوماته صحيحة وأنه دقيق، وأن الطرف المقابل متهم وضعيف وما عنده شيء. وهو في الحقيقة يستخدم المقاطعة، يستخدم التمويه، التعميم، الحذف والسلطة. فيظهر البرنامج مثير وناجح ومميز وعليه مشاهدات كبيرة. ونفس الشيء مع بعض الشخصيات اللي تجلس معهم في المجالس، يستخدمون نفس الأسلوب، نفس الطريقة، نفس الأداء. وبمجرد أنك تستخدم أسلوب منهجي في الحديث، ضاعت كل هذه الثقة وكل هذه الشجاعة وكل هذه الهيبة.